عزيزي المشاهد أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة اللاهوت هو برنامج يقدم المادة اللاهوتية نص ساعة كل أسبوع عشان خلال فترة تكون خلصت دراسة دراسة لاهوتية من غير ما تبقى بطريقة مكثفة لكن بطريقة بسيطة والفترة أطول تقدر تدرس المادة اللاهوتية ممكن تراجع إذا كنت دارس لكن الافضل طبعا الشخص اللي هيكون اكثر تشوقا هو الشخص اللي ما لقاش فرصه يدرس لاهوت يكتشف انه ممكن على التلفزيون ممكن يلاقي اللاهوت على الهواء على التلفزيون ويلاقي انه ممكن كمان الماده تتخزن قدامه على اليوتيوب لما يكون عايز يراجع حلقه او فاتته حلقه فممكن جدا يلاقي انه الماده متاحه انه يدرس لاهوت ومش هيبقى مسؤول قوي ان هو يدرس كل حاجه وانا بحاول في كل حلقه تبقى تربط اللي فات باللي جاي او بالمره اللي بعدها على طول فبيبقى عندك لو شفت حلقه لوحدها ممكن قوي يعني ممكن تحس انها يونت لوحدها أو, او او وحده لوحدها ما تحتاجش غير لو عايز تدرس يعني عايز تدرس كويس تحتاج طبعا تطلع من اليوتيوب تطلع القديم لكن كل حلقه منه لو عايز تتفرج عليها ومره تفوتك ومره لا براحتك بس عايز تدرس بالظبط هتجيب نوتس كده جنبك تكتب ولما نقول على اسم كتاب هتلاقيه على السايت ممكن تلاقيه تقدر توصل له تقرا منه تعمل اللي انت عايزه وتعمل داونلود زي ما انت عايز ممكن تدرس اذا انت عايز تدرس قدامك فرصه فبندي الماده في اكتر من وسيله فتسمعها وتشوفها يعني وكمان بتلاقي الماده مكتوبه واسماء الكتب والاجزاء اللي انا عملتها موجوده بحيث ان انت اذا كان في مراجع كبيره طبعا برضو بقول أه بقول اسماء بحيث ممكن ترجع للمرجع الكبير او ترجع لبحث في نقطة معينة الحقيقة احنا وصلنا قبل كده انه الله في التجسد في اعتراض على التجسد التجسد موجود منذ البداية من البداية الله كان بيكلم البشر بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة حسب عبرانين واحد واحد في ابنه في المسيح الكلمة المتجسد الله اتخذ جسداً احيانا يبقى في اعتراض على التجسد مع انه التجسد موجود في كذا حاجه يمكن في امثله كتير في العهد القديم لكن انا هاخد مثل من اوضح الامثله وابسطها وكمان كل الديانات الابراهيميه الثلاثه بيوافقوا على هذا المثل او على هذه القصه او هذه مش مجرد قصه طبعا هي قصه تاريخيه او حادث تاريخي حصل مع موسى موسى لما كان في البريه كان في مره مرات حسب كتابات يعني بتحكي ان هو كان بيدور على حريقه او على نار يعني لانه زمان ما كانش فيه الضوء ما كانش بيبقى عن طريق النار والرعاه بيحتاجوا لازم يكونوا يحتاج ولع يحتاج نار فلما يفقد النار يبحث عنه هو بيبحث لقى نور من بعيد او نار فابتدى يتجه نحوها فسمع ربنا بيقول له اخلع عليك فأنت في الوادي المقدس طوى فخلعنا عليه وابتدى يقرب يقرب وبعدين ربنا أوقفه وخلعنا عليه طبعا يبقى هنا في نوع من العبادة لأنه دخل معبد دخل مكان غريب وبعدين اكتشف أنه في علايقة تحترق العليقة دي على فكرة يعني بنت بنت بنتها عبر هذا الزمن موجودة لغاية دلوقتي في برية سيناء في مصر موجودة الناس اللي تحب تزورها موجودة وصورها موجودة وهي موجودة نفسها كنبات واقعي موسى شاف هذه العليقة تحترق وقرب منها وبعدين سمع ربنا بيكلمه اليهود عارفين الحكاية دي مصدقينها والمسيحيين عارفين الحكاية دي مصدقينها حتى الإسلام بيقول بورك من في النار ومن حولها دي سورة النمل الآية 8 الله ظهر في النار فبالأولى كثيرا يظهر في صورة الإنسان المخلوق على صورته الله ظهر لموسى باتفاق الثلاث ديانات الإبراهيمية أنه ظهر في نار تحترق عُلَيْقَة تحترق الله ظهر فيها ولما يقول بورك من مش ما بورك من في النار ومن حولها الله يملا كل الزمان وكل المكان طبعا لكن هو موجود في النار ديه فاذا كان الله ظهر في النار فبالاولى كثيرا والنار كانت بتعبد كوسن كان ممكن موسى يتلخبط ان وسن النار في ناس كانت بتعبد النار لكن الله ظهر في نار وبالأولى كثيرا يظهر في صورة التجسد في صورة الإنسان المخلوق على صورة الرحمن صورة الرحمن في تفسير مسلم في أولها بيتكلم أنه الإنسان خلق أو أنه هو على صورة الرحمن وطبعا هنا شكل الكلام مش المعنى الروحي لأنه الجزء العاشر الصفحة 292 و 293 بتشرح أنه الإنسان خلق على صوره الرحمن. طبعا الفكر الكتابي في الموضوع ده ان احنا اتخلقنا على صوره الله من ناحيه البر وقداسه الحق مش من ناحيه الشكل ان احنا شكلنا زي شكل ربنا. على كل حال الانسان اذا كان خليفه الله في الارض الله ظهر في الجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. في المسيح المسيح حتى الناس اللي بتفتكر المسيح انه مجرد نبي عظيم يكتشفوا انه الوحيد اللي دخل الارض بمعجزه وخرج من الارض بمعجزه وبين المعجزتين استجمع اهم المعجزات الباهرات فالمسيح عمل اعمال لا يعملها سوى الله المسيح ازلي لانه كلمه الله والاتفاق على ان كلمه الله ازلي يعتبر ايه كلمه الله لكن كلمه الله ازلي والمسيح لقب بأنه كلمة الله وبالنسبة لنا هو كلمة الله الأزلي ومين أزلي غير الله المسيح خلق خلق عين للرجل الأعمى فهو يبرئ الأكمه والأعمى اللي هي آل عمران 49 اللي هي أصلا موجودة في يوحنا 9 أن الرجل المولود أعمى المسيح أبرأه خلق له عين تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلع عينيه فبرأ على كل حال المسيح خلق بشهاده الجميع حتى اليهود اللي كانوا جنب المسيح بيشوفوا الموقف طبعا اليهود ناصبوه العداء لكن اللي حصل هم كانوا بيقتلوا الانبياء و و على عموم وبيرفضوا الانبياء طبعا فلما المسيح كان وسطيهم وراح على الارض يعني وراح شفى الراجل او خلق عين للرجل الاعمى ابتدوا يتنازعوا وابتدوا يبقى ليهم سلوك مختلف ابتدوا لما تاكدوا ابتدوا يقولوا ايه لم يسمع منذ الظهر ان مولودا اعمى قد برئ محدش يقدر يخلق غير الله ومحدش قبل كده خلق محدش خلق عين الانسان لم يسمع منذ الظهر وما تلخبطوش مع ان موسى مثلا والعصايه بقت حيه والكلام ده لا 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 ده مش هو ده الخلق ده دي كانت معجزه ربنا خلاه يعملها وعشان يعني عشان يقنعوا الصحراء ان هم هم اكيد اضعف من الله المسيح خلق عين للاعمى فاليهود كان رد فعلهم من هو هذا وابتدوا يحكوا حاجه غريبه قالوا لم يسمع منذ الظهر ان مولودا اعمى قد برئ وبعدين ابتدوا عايزين يقتلوا الراجل اللي هو عمل كده وبعدين المسيح بعد ما شافه سابوا يمشي قابلوه اليهود ودوروا عليه وابتدوا يقولوا له اللي عمل كده ده خاطي يعني يعني خلق عين للراجل يبقى خاطي هو الراجل غلب منهم غلب فيهم وقال لهم آه يعني اخاطئ هو لست اعلم لكني اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر قالوا له انت خاطي مثل ذاك وحبوا يقتلوه عشان يموتوا المعجزه اللي حصل انه الراجل ده بعد كده لما راح المسيح عرف ان هو ده المسيا هو ده المنتظر فابتدى يعبد وهو مقتنع 100% القلق الازليه لما المسيح مع التلاميذ والتلاميذ الحواريين دول كانوا يعني امنين تماما انه هذا المسيح هذا المسيا هو عظيم جدا لكن لما نام في المركب وبعدين هاجت الرياح وبعدين ايقظوه اما يهمك اننا نغرق قام وراح مهدأ الرياح هم عارفين محدش ليه سلطان على الطبيعه غير الله ده اللي عارفينه كويس لان يهود مذاكرين دول اللي هم التلاميذ دول ناس بيعبدوا ربنا مظبوط تمام لما شافوا المعجزه قالوا من هو هذا؟ فان البحر والرياح يطيعانه محدش ليه سلطان على الطبيعه غير الله مين ده؟ المسيح عمل حاجات لا يعملها سوى الله نهاية حياته ارتفع حيا نحو السماء وتفر أنه إذا كنا يعني بعض الديانات بتفكر في الفكره بطريقه مختلفه لكن على كل حال برضه تفرد انه رفع الى السماء ارتفع الى السماء طبعا بالنسبه لنا لانه صلب وقبر وقام في اليوم الثالث حياه المسيح دخل ارضنا بمعجزه وخرج بمعجزة وبين المعجزتين استجمع أهم المعجزات الباهرات واستجمع أهم المعجزات الباهرات ده مش قولي ده أنا بستعيره من تفسير ابن كثير لآل عمران 49 والميدة 110 بيتكلم عن المسيح أنه استجمع أهم المعجزات الباهرات ما قالهاش على أي حد تاني على العموم ده المسيح اللي بالنسبة لنا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد الاعتراض على التجسد هو اعتراض على شيء كأنه الله ما يقدرش يعمله إذا أراد الله شيء يقدر يعمله عشان كده في التجسد الله بعظمته ما كناش نقدر نتواصل معه على مستوى الألوهية في التجسد تنازل آخذا بسوء آخذا صورة عبد ووجد في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت موت الصليب كل ده عمله عشان عمل الفداء التجسد كان من لزوم الفداء المسيح قدم نفسه فدية وكفارة وزي ما قلنا قبل كده الملك لما يبقى في السوق افرض في ملك تنازل وكان موجود في السوق ممكن الناس تقول ده مش معقول يكون الملك اكيد ده مش هينفي ان هو الملك في ناس هتقول اه وناس هتقول لا لكن في الاخر التنازع بتاعهم لا ينفي حقيقه انه الملك الملك هو موجود في السوق يحل فيه يظل ليه نفس السلطان هل تفتكروا لو واحد راح له قال له جلاله الملك نقدر نوقع الوثيقه دي يقول له لا ده انا غلبان ما أقدرش. لا هيوقع له الوثيقه بس يقول له امشي امضي فان ساعتي لم تاتي بعد مسيح على الارض كان هو الله الظاهر في الجسد هذه هي حقيقه ايماننا قد لا تؤمن بهذا فالكلام عن الله تفتكر مين اللي لك مين اللي يثبتهولك مين يثبت لك صحته هو الله بنفسه عشان كده اسال الله عن هذه عن هذه الامور هل هي حقيقه محدش هيجاوبك عليها غير هو نفسه ده ايماننا وبيعترض ممكن مع فكرك اذا كنت من شهود يهوى او من اي شخص يعترض على الوهيه المسيح لكن ده الايمان المسيحي اللي كل المسيحيين بكل طوائفهم بيؤمنوا بيه بكل تاكيد 2 مليار وي بيؤمنوا بانه المسيح هو الله الظاهر في الجسد ده الإيمان الأعظم اللي بنؤمن به وحقيقة إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد هي يعني الحقيقة الأساسية اللي بنبني عليها إيماننا عشان كده لما بطرس قال له أنت ابن الله قال له أنت صخرة على هذه الصخرة أبني الكنيسة أبني على هذا الإيمان أبني على هذه الحقيقة تبنى الكنيسة على كل حال إذا كان هذا الكلام ضد فكرك أنا عارف أنه طبعا ممكن يكون مختلف مع فكرك لكن الكلام عن الله مش عن شخص والله لا يترك نفسه بلا شاهد، بمعنى انك تسال الله الحقيقه فالله لا يترك نفسه بلا شاهد، الله في المسيح جاءنا الى ارضنا متنازلا، اساله وهو لا يخفي نفسه، هو يستطيع ان يعطيك الاجابه والراحه الروحيه الاكيده. خلونا بعد فاصل نكمل عن موضوع التجسد وعن ان الله اتخذ جسدا وكان معنا في ارضنا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على bobox.com. 3610 Seal Beach California 90740 عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بك في الجزء الثاني نكمل بعد الفاصل عن تجسد المسيح تجسد الله الله هل يقدر ان يتجسد ان اراد يقدر؟ عشان كده النقطة الأولى انه هو أراد هو يقدر هو لا ينحصر زي اذا كان الملك وهو موجود في لبس بسيط يظل الملك ويظل له سلطانه وإذا الناس قالوا ده مواطن عادي أو هو الملك في الحالتين كده ولا كده هو مش المواطن أو الملك هو مواطن لكنه في نفس الوقت هو الملك. أثناء التنازل المسيح كان إنساناً لكن كان هو الله في نفس الوقت آه، باتخاذ هذا النسوت أو الجسد لا يفقد شيء من مجده زي ما المجد لا ي... زي ما الملك لا يفقد سلطانه وهو لابس لبس بسيط اتخاذ هذا النسوت أمر تتطلبه رغبته هو لا يمكن أن يكون في علاقة بين الله والانسان بطريقة أن الله يظهر الله هو ظهر بكل مجده ونتحرق في التجسد الله نزل لنا بالطريقة البسيطة اللي نقدر نتعامل معها لا يمكن أن تقوم هذه العلاقة وهو بعيد عن مداركنا فهو اختار طوعا أن يتنازل ويأتي إلينا آه وقلنا فكرة بورك من في النار ومن حولها إذا كان الله ظهر في سورة النار وبالتالي ممكن يظهر في صورة انسان مخلوق على سورة الرحمن نقطة كمان أنه خلو هذا النسوت من كل ميل للخطية ممكن لأن الله عندما يتخذ لنفسه ناسوتا لا يحتاج في تكوينه إلى بذرة حياة لأنه هو الحياة نفسها، من البديهي أن يكون هذا الناسوت خاليا من الطبيعة القابلة للخطأ. نقطة كمان إنه الاحتياج إلى إحنا محتاجين إلى منقذ يعني منقذ يكون بلا خطية والمسيح عاش على أرضنا معصوما في سيرته كما رسالته، في ناس كتير كانوا يقولوا كلام كبير بس ما قدروش يعيشوه. الوحيد المسيح اللي قال أعظم الكلام وقدر يعيشه قال أنا هو نور العالم كونوا قدسين كما أن أباكم قدوس من أمن بي ولو مات فسيحيا أنا هو الطريق والحق كل هذه الأمور ليست إدعاءات لكن هي دليل على أن الله هو الله الظاهر في الجسد مساواة نفس المسيح لنفسنا جميعا في القيمة لا ملجال لمناقشته لأنه هو اللانهائي امتلاك الفادي لنسوته امر قائم امر موجود فهو غير مخلوق بواسطه كائن ما لانه هو الفادي هو الله ويمتلك نفسه احتمال واحتمال نتائج الخطيه عوضا عن عنا لافاء المطالب العداله الالهيه لانه الله هو عارف مطالب العداله ايه وعارف انه لابد من احتمال الموت والموت الابرا او البريء بلا خطيه قيمته لا نهايه لها المسيح قدم نفسه فديه وكفاره وباختصار باختصار شديد ولد من عذراء بالروح القدس عاش ارضنا بقوته الذاتيه دون خطيه لم ينحرف يمينا او يسارا نفس المسيح تساوي كل النفوس بل تزيد عنها لانه لا نهايه كان المسيح من ناحية الناسوتيه انسانا حقيقيا من جنسنا فيمكن ان يمثلنا ممكن ان يموت نيابه عنا كان انسانا حقيقيا كانت كانت نفسه ملكا له لانه هو ليس كده في ابتدي في يوحنا في انجيل يوحنا جه في الاخر قال لهم ليس احد ياخذها مني بل انا اضحى اي اسلمها انا اسلمها انا من ذاتي لي سلطان ان اضحى ولي سلطان ان اخذها ايضا ده يوحنا 10 الايه 18 لما كان بيقول أنه هو الراعي الصالح وهو اللي يقدر يبذل نفسه عن الخراف فكان بيبتدي يقول لهم ان هو الوحيد اللي يقدر يضع نفسه ويقدر ياخذها ولما اثناء المحاكمه بلاتس بيقول له يا سلطان انا اطلقك قال له انا اللي مسلم نفسي مش انت لي ليس لك سلطان علي أه سته المسيح كان في امكان المسيح ان يبعث حياه روحيه في البشر وترقى بهم فوق ضعفهم الذاتي وتجعلهم اهلا للتوافق مع الله ولو جينا للذبائح هنلاقي ان الذبائح كانت بتنادي ذبائح موسى بانها تكون فيها كمال وان 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 لكن من الاصل كان في ذبيحة واحدة وقت أبونا إبراهيم إنه لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك حاجة من الحاجات الصعبة جدا و يعني بعد كده ربنا بيقول لنا إنه الله أشفق الله الآب أشفق على ابن إبراهيم لكنه لم يشفق على ابنه عشان كده بنقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد وعلى فكرة مش بذل الآب بذل الابن وبس الابن بذل نفسه فديه وكفاره لانه كان بيقول ينبغي وفي الصلاه الاخيره لما جه بيقول اه ايها الاب السماوي وهنا بيصلي للاب وبيتكلم وبيتكلم انه بيسترد المجد الذي كان له عند منذ الازل وبنلاقي انه المسيح له نفس القيمه ونفس المقدار لما ابتدى يقول لليهود قبل ابراهيم انا كائن ابتدوا استغربوا لانه جعل نفسه بالنسبه لهم جعل نفسه مساويا لله وهنا ابتدوا يدركوا وابتدوا يحسوا ده ايه الموضوع؟ الـ الـ اعلانات المسيح على الارض بانه ممكن يكون هو الله الظاهر في الجسد كانت متدرجه لكن اكتمال الاعلان الختم النهائي كان بالقيامه. لو المسيح عمل كل الكلام ده ومات ما أمشوا وليه قبر نروح نزوره زي بقيه الناس كان يبقى فيه مشكله عظمى انه زيه زي, زي بقيه الانبياء حتى لو كان احسن واحد لكن يظل نبي، واذا ظل نبي يبقى مش هو ده المسيح بتاعنا، المسيح قُبر صلب وقُبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب كما في الكتب يعني كما أخبر عنه أو تنبأ عنه في العهد القديم تحققت النبوات في شخص المسيح قدم نفسه فدية وكفارة ذبيحة مقبولة خلت الحجاب اللي بيفصلنا عن قدس الأقداس ينشق من أعلى إلى أسفل ده دليل قبول الذبيحة الشريعة نادت بالذبيحة التي يقدمها المعترف بالخطأ طالبا غفران الله فتموت الذبيحة بدلا منه ويحيى هو لأنه عهد قديم عهد جديد زي ما موجود بعد كده في عبرانين سفر العبرانين في أصحاح 9 وعدد 22 يا ريت الشاهد ده يظهر أعتقد معظمنا حافظه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة بدون سفك دم فيش فداء بدون سفك دم لا يحدث فداء فسفك الدم والفداء متلازمان مترابطان منذ البداية مسيح واجه اليهود كمان مواجهة تانية مش بس ان العبد يفضل عبد انه بيحتاج انه يقبل, إنه يقبل الى الله يأتي الى الله فيتحول من عبد الى ابن يسلم الحياة لله لكن كمان في مواجهة غريبة جداً في يوحنا 8 لما ابتدوا اليهود يقولوا للمسيح في نقاشات كتير مع المسيح من ضمان اليهود قالوا للمسيح لا انا ابراهيم اب فالحقيقه يعني انا بستغرب جدا ان المسيح قال لهم ابراهيم مش ابوكم لانه كان يقصد طبعا ال انه يكونوا ابناء روحيا والغريب جدا انه اعلن ليهم ان هم ما في اللي هم فيه ده هم اولاد ابليس حاجه كانت في منتهى الغرابه لانه هم بيفتخروا ب... بالنسب المادي نسب جسدي نسب حتى لو كنتوا حسب الجسد اولاد ابراهيم فانتوا حسب الروح مش اولاد ابراهيم انتوا بتحتاجوا تكونوا ابناء مش لابراهيم كجسد لكن من حقكم كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله تحول من عبد الى ابن هو ده العرض الذي يقدمه الله. فالكل يفتخر بنسبه الى ابراهيم ابو الانبياء، اليهود قالوا ان ابراهيم ابوهم وهم يتبعون شريعته لكن المسيح واجههم في يوحنا 8، قلنا شواهد كثير لكن يوحنا 8 الحقيقه في مناظره بين المسيح وبين اليهود، فاليهود قالوا له يعني هو قال لهم ليس انتم ليسوا اولاد ابراهيم روحيا طبعا. فالبنوه الحقيقيه هي البنوه الروحيه وليست مجرد الجسد ممكن تكون ابوك مين لكن انت تعبد ربنا ولا لا ممكن يكون ابوك كان رجل صالح جدا ممكن فعلا تكون من نسل ابراهيم لكن ايه يعني نسل ابراهيم نسل ابراهيم ملايين واذا خدناها عبر الزمن بقى تبقى ارقام ما نعرفش نقولها يعني الناس اللي بتدعي ان هي اولاد ابراهيم في العالم اكتر من نص العالم تعرفوا كده ببساطه لانه يهوديه اسلام مسيحيه الكل بينسب نفس لابراهيم لكن هل كلنا كده اولاد ابراهيم لما تيجي تلاقي العالم لو كان سته مليار اتنين وواحد من عشره واحد مش عارفه كام من عشره ادي اكتر من ثلاثة ونص ده كده اكتر من نص العالم نص العالم يدعي انهم اولاد ابراهيم وفعلا لو كان بصحيح ابوهم ابراهيم فعلا ما الفائده ان دي نسب جسدي لكن الله يدعونا الى بنوه روحيه كل الذين قبلوه قبلوا المسيح اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله ده رد على ممكن على اسئله كتير فعزيزي المشاهد اذا كنت احتجت انك تعرف الاجابات اوكي لكن كمان في حاجه مهمه اذا كنت انت نفسك مش متاكد انك ابن إبراهيم انك عامل زي نيقوديموس انك عامل زي اليهود في يوحنا ثمانيه تحتاج ان تاتي الى الله وتقول له يا رب انا النهارده عايز اعرف ممكن تقرا يوحنا ثلاثه وتعرف ازاي المسيح قال حول نظر نيقوديموس من الناحيه الماديه لانه جاي يساله على فكره على الملكوت لان هم بيؤمنوا بملكوت مادي فالمسيح قال له انه ممكن يتولد من الله ولاده روحيه فيبقى من ضمن ملكوت السماوات بدل ما هو ملكوت الروحي بدل ما هو بيسعى للملكوت الارض زي بقيه اليهود ان هم بيحكموا الارض وهيعملوا ويمتلكوا وهيعملوا كل امورهم كانت ماديه ربنا يساعدنا ان احنا حتى لو كنا فعلا نقدر نثبت ان احنا اولاد ابراهيم ما الفائده؟ المهم ان احنا من حقنا بأن نقبل الله في حياتنا فنتحول من ان احنا عبيد حتى لو كنا اولاد ابراهيم بالجسد فنحن عبيد نحتاج ان نقبل الله في حياتنا فتتغير من ان ان نظل عبيد الى ان نصبح بنين. عزيزي المشاهد الى اللقاء في حلقات قادمه خليك معنا في انك انت تتابع وانك يبقى عندك تقدر تجيب الماده وزي ما قلت في بدايه الحلقه انه كتابنا ده اللي هو موعدك مع الله في بحث في اوله الحلقات الثلاثه الاخيره كانت من الفصل الثاني والحلقات الثلاثه اللي قبلهم يعني شهر ونص موجودين في الكتاب ده كان بحث حولته الى كتاب مبسط جدا ماده لاهوتيه بسيطه هو لاهوت الخطيه ولزوم الكفاره وليه كفاره المسيح كانت هي الحل الوحيد للقبول لدى الله. والله معكم.